قطاعات شتى عمل المغرب على تطويرها والنهوض بها خلال العقود الأخيرة. صناعة الطائرات هي واحدة منهم. اعتمدت البلاد على السياسات الصناعية المتعاقبة بهذا المجال منذ 2005، والآن نجحت في تصنيع 41% من أجزاء الطائرة. ويشيد غيون فوغي المدير العام لشركة الصناعات الأوروبية إيرباص بإنجازات المملكة قائلاً: ليست هناك طائرة تحلق في السماء لم يصنع المغرب أحد أجزائها. نجاح يفسره الخبراء بإرادة المغرب القوية في التحول من اقتصاد فلاحي إلى اقتصاد صناعي، والظروف كانت مناسبة للغاية. موقع المغرب الاستراتيجي وتوفره على بنية تحتية خصبة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات المتزايدة. ولازال طموح الفاعلين في المجال أكبر، وهدفهم الوصول للسوق الأمريكية. ومع المثابرة ربما نشهد تصنيع طائرة مغربية 100% في السنوات المقبلة. فهل تظنون أن هذا محتمل في المستقبل القريب؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.